أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم حلقتنا خاصة عن الشاعرة المصرية فاطمة نعوت وقرار سجنها والقرار الهمجي بالأحرى. يعني معنا اليوم الأخ إسماعيل محمد والأخ أحمد حرقان، خلونا نرحب فيهم أول شيء. أهلا وسهلا فيك أخ إسماعيل، وأهلا وسهلا فيك أخ أحمد، تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أنا سعيد جدا أني موجود معاكم، كان أول مرة أبقى موجود في برنامج الجهر بالإلحاد، وأنا يسعدني جدا ويشرفني ومبسوط خالص النهاردة إن أنا يمكن بسجل معاكم بنفس الطريقة أو الأسلوب أو الستايل اللي أنا بسجل بيه، بس المرة دي بقى أنا بتكلم بس، مش هشغل دماغي بقى لا بمين اللي بيتكلم ولا مين اللي بيقول، ولا هسمع السؤال وأرد على الإجابة. مبسوط وسعيد وبرحب بأي أسئلة، واتمنى ان انتم تنبسطوا وتستمتعوا بحلقه النهارده في برنامج الجهر بالالحاد. اكيد 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 اخي اسماعيل، نحن كمان كثير مبسوطين وسعيدين بوجودك، بوجود الاخ احمد، ويعني بصراحه انا ممتن لكم، يعني انتم الاصدقاء العزيزين على القلب، صراحه القريبين على القلب، يعني نحن في صف واحد مثل ما بقولون. طيب يعني نبدأ بالأسئلة. أنا المشكلة ما عندي مقدمات، يعني كتير مقدمات ما بعرف المقدمات كتير، فنبدأ بالأسئلة. يعني نبدأ معك إسماعيل. مفيش أي، أنا جاهز وحاضر دايما. طيب في عندي سؤال أول هون، بيقول ما هو قانون ازدراء الأديان، وكيف تصف وجود قوانين تعاقب من ينتقد الفكر الديني، مع العلم أن فاطمة نعوت وإسلام بحيري انتقد التراث الإسلامي والتصرفات الهمجية منه فقط، ولم ينتقد لا القرآن ولا شخصية محمد ولا الله. يعني الشاعرة فاطمة نعوت هي قالت كل مذبحة وأنتم بخير، يعني هي انتقدت ذبح الحيوانات فقط. يعني شو ردك؟ تفضل. انا بصراحه سالت في الموضوع ده، او يعني استفسرت من 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 ناس بعتبرها اهل ثقه بالنسبه لي، دايما بستفسر منهم واسالهم على اي حاجه انا مش واضحه بالنسبه لي. فبصراحه انا لما سالت على موضوع قانون ازدراء الاديان ده، ايه اللي فهمته او اللي عرفته، ان القانون ده في الاصل تم، يعني ما كانش موجود القانون ده قبل سنه 80 او قبل سنه 81 في القرن المنصرم او القرن الماضي، ما كانش موجود، ما كانش ليه وجود في التشريع المصري او القانون المصري. تم استحداث القانون ده لسبب بسيط جدا، ان كان في احداث ارهابيه كتير بتحصل من قبل متطرفين اسلاميين او جماعات اسلاميه متطرفه، او يعني والموضوع اخذ بعد كبير، يعني كان منتشر جدا، من تعديات على كنائس لتعديات على قرى او بيوت لمسيحيين في مصر. فبسبب اكتر من حادثه اتكلم عنها الراي العام في مصر بشكل كبير جدا، تم تشريع هذا القانون عشان من خلاله يقدر او تقدر الدوله تحمي الاقليه او تحمي المسيحيين في مصر. بس اللي حصل او للاسف يعني هذا القانون لم يستخدم على الاطلاق تقريبا، يعني في تاريخه، يعني بعد من سنة 80 او من سنة 81 لحد النهاردة احنا في 2016 اهو، هذا القانون لم يستخدم ولم يفعل الا لإيقاف او الا لمعاقبة كل من يعني تسول له نفسه ان يقدم طرح ديني او فكر ديني مختلف فيما يتعلق بالإسلام يعني تحديدا. فتم استخدامه، تم إيقاف مدونين كتير جدا أو حبس مدونين كتير، نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر يعني كريم عامر وألبير صابر. مؤخرا تم استخدام القانون أيضا لإيقاف أو لحبس الإعلامي والباحث الأستاذ إسلام خيري، مؤخرا تم الحكم على فاطمة نعوت. هو ده يعني الاسباب اللي خلت القانون ده موجود او ان هذا التشريع موجود، كان الارهاب، كان بسبب الارهاب. وانا اعتقد يعني ان نص القانون في اطفاء جدا،
او مش يعني يعني نص القانون او استخدام القانون ملوش اي علاقة خالص بالاسباب اللي خلت المشرع المصري يحط القانون ده. فدي مشكلة كبيرة، دي مشكلة كبيرة، واعتقد ان حل مشكلة زي دي هيكون بايد او في ايد البرلمان المصري او المجلس الشعب المصري، بس ده مش هيحصل من غير ضغط يعني، او مش هيحصل من غير يعني ان احنا نوحد صفنا كلنا كناشطين او كشباب او كاصحاب وجهة نظر في مستقبل افضل لبلدنا مصر. مش هيحصل الا من خلال توحيد الجهود دي والضغط على مجلس الشعب وتقديم يعني زي ملاحظة او شوف بنسميها ايه، استمارة او او توضيح، نوضح لمجلس الشعب المصري او لاعضاء مجلس الشعب المصري ان القانون ده لم يعد يستخدم على الاطلاق لمكافحة او لمحاربة التطرف المؤذي للمجتمع، وانما يستخدم لحبس مفكرين، حبس مدونين، حبس شعراء، حبس ناس يعني أبعد ما يكون عن أي نوع من أنواع الإرهاب أو أي نوع من أنواع التعدي أو أي نوع من أنواع التخويف المواطنين أو إلى آخره. ده ردي أو تعليقي، ولو في أي ملاحظة أنا برحب بيها. عند أحمد يا بصراحة قانون غريب يعني، قانون غريب. أحمد يعني شو رأيك أنت؟ تفضل، بس نحن ما عندنا أدوات لك يعني، لا إذا خلصت إلا إذا هسأل في نفسي، هسأل في نفسي. القانون ده للأسف الشديد يعني في نوع من أنواع التخلف والهبل يعني. المادة بتاعته غريبة يعني، بيقول لك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه. يعاقب مين بقى؟ كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية. يعني النص ده سمك لبن تمر هندي زي ما بيقولوا المصريين يعني، مكلكع، ما حدش فاهم منه حاجة. هو عايز يعاقب مين بالظبط؟ اللي هو بيستغل الدين في الترويج بالقول بالكتابة لأفكار متطرفة. طب ايه هي الأفكار المتطرفة؟ وايه الحدود اللي هنحدد بناء عليها الأفكار اللي مش متطرفة من الأفكار اللي مش متطرفة؟ فين القانون؟ فين المواد التفسيرية بقى اللي بتفسر ايه هي الأفكار المتطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية؟ ده النص مكعبل كده وغبي يعني للأسف الشديد يعني. نص زي ده عار علينا إنه يكون موجود في القوانين بتاعتنا يعني، طبعا لأنه نص مكعبل ونص خايب ونص باقي كده ما تعرفش تفهم منه حاجة، بيتم استغلاله وبيطبق بانتقائية طبعا، لأن هيبقى في مجال واسع جدا للقاضي إن هو يعني يستخدم الهوى ويستخدم خلفيته الدينية أو عقيدته أو عاطفته في إن هو يطبقه. فعشان كده دايما لما بيطبق قانون زي ده دايما يجي على اللي هم المخالفين للرأي العام اللي هو الطاغي يعني. فللأسف الشديد يعني هذا النص لا يعني قانون غير يعني غير محترم يعني. يعني ما بعرف بصراحة يعني، أنا اللي شوفه إنه قانون محطوط ازدراء الأديان ما عندكم بمصر يعني لا يستعمل إلا من ينتقد الإسلام. يعني اليوم بتعرفوا أنتم، كلنا بنعرف إنه المسلمين بجوامعهم في كل مكان يعني يزدرون كل شيء، مو بس المسيحية، يزدرون كل شيء يعني، يزدرون اليهودية، يزدرون المسيحية، الأديان كلها يعني. ليش لا يطبق يعني غير على اللي ينتقد الإسلام فقط يعني؟ بيطبق القانون زي ما انا قلت لك كده، ما يعني ملوش يعني قانون خايب، فبالتالي القاضي بيجي يطبقه بقى على حسب هواه يعني، او حسب يعني تدخل بقى عاطفة القاضي الدينية. ومش عايز أقولك السياسة برضو بتلعب دور يعني السياسة بتلعب دور أعتقد.
في الحالات دي يعني في القوانين دي. فقانون يعني محتاج فعلا يتلغى يعني تماما، اتمسح ولا كأنه موجود. أكيد أكيد. هو في نقطة برضه أنا أحب، في نقطة أحب أضيفها، مسألة ازدراء الأديان. يعني هي برضه إحنا الموضوع بيبقى ليه ميكانيزم أو طريقة. يعني إحنا لو عايزين نعمل قانون إيه الإجراءات، لو عايزين نلغي قانون إيه الإجراءات، فلازم إحنا يعني كشباب مع نفسنا إن إحنا نغير الواقع ده، نعرف إيه الميكانيزم أو الطريقة، ما يبقاش مجرد كلام في الهواء كده. دي نقطة. النقطة الثانية مسألة ازدراء الأديان، يعني هي مسألة غير منطقية على الإطلاق، لأن ما فيش حاجة اسمها إن أنا أزدري فكرة. الأديان في الأول وفي الآخر هي مجموعة أفكار، من حق أي إنسان إن هو يصدق الأفكار دي أو يكذب الأفكار دي، ياخد بيها أو ما ياخدش بيها. ففكرة إن أنا أعمل قانون عشان أحمي فكرة من النقد او من الانتقاد، دي اعتقد انها في اي مجتمع متحضر النهارده فكره غير مطروحه على الاطلاق، لان مفيش حاجه اسمها ان انا احصن فكره معينه من النقد او من الانتقاد، حتى لو كانت الفكره دي هي الدين. وده يمكن بنشوفه في بلاد بره، يعني بنشوف ممثلين وبنشوف شعراء وبنشوف فنانين بيتناولوا الروايات الدينية وبيتناولوا الأفكار الدينية في مسرحيات وفي أعمال كوميدية مثلا، من غير ما حد يقدر يتكلم معاهم أو يسجنهم أو يحبسهم. أذكر مثلا على سبيل الذكر في ممثل هزلي أو ممثل كوميدي أو ممثل مسرح زي سيت كوم كده، زي اللي عندنا بيسموه سيت كوم، اسمه جورج كارلين. جورج كارلون ده راجل مسرحي وبيعمل بيقدم على المسرح زي سيت كوم، يعني زي مشهد كوميدي كده كبير. انا اتفرجت له على مقطع على اليوتيوب او على الانترنت كان بيتكلم فيها عن الديانة المسيحية، وكان او بيتكلم فيها عن فكرة الوصايا وفكرة الخلاص، كل القصة أو الرواية الدينية المسيحية، وبيتناولها بطريقة ساخرة جدا جدا جدا، وفي جمهور عريض كبير جدا بيتفرج عليه، والجمهور بيضحك على كل جملة أو كل فقرة أو كل مشهد هو بيقدمه. فما شفتش جورج كارلين ده دخل السجن بعد ما خلص المشهد المسرحي ده. فأنا أعتقد إن إحنا عندنا مشكلة في تعريف أو مفهوم فكرة التعدي، او فكره ان في خلط كبير ما بين ان انا اهاجم المسلمين مثلا وده شيء مرفوض على الاطلاق، او ان انا احرض على المسلمين وده شيء مرفوض على الاطلاق، وبين اني انا انتقد الاسلام او اقول ان انا لا مش مصدق ان الاسلام ده دين صحيح، او مش مصدق ان رسول الاسلام ده رسول صحيح. كل ده من حقي ان انا اقوله، كل ده من حقي ان انا اعبر عنه، حتى لو عايز افسر الدين الاسلامي بطريقه اخرى من حقي ان انا افسره برضه بطريقه جديده مختلفه، ومش من حق اي حد ان هو يبقى بيعمل عليا رقابه او منع او تحذير ان انا لو عملت كده هتسجن او الى اخره. فالنقطه دي اعتقد انها مش واضحه خالص عند الناس كتير جدا من المسلمين، ولازم ان احنا نوضحها، لازم نفرق بشكل واضح ما بين ان الاديان دي عباره في النهايه هي افكار من حقنا، او ايديولوجيات من حقنا ان احنا ننتقدها، من حقنا ان احنا يعني نسخر منها، او الهدف ليس الهدف هو الانتقاص يعني منها او شيء من هذا القبيل، ولكن التعبير عنها باي شكل من الاشكال هو حق عند اي انسان. وده يفرق كبير، ده فرق كبير، دي حاجه. واني انا اتعدى بقى او ان انا اهاجم المسلمين او ان انا احرض على المسلمين، هو ده الشيء اللي احنا ضده واحنا مش معاه، لان المسلمين دول في النهايه ابويا وامي وصاحبي، وممكن تبقى مراتي، ممكن تبقى جارتي او جاري. فالموضوع مش ملوش علاقه خالص بالانسان او بالشخص، ولكن انتقاد الافكار او مناقشه الافكار او السخريه من الافكار ده حق عند الانسان، ما ينفعش ان احنا نحرمه منه او نمنعه منه باي شكل من الاشكال. اظن اسماعيل يعني المشكله انه نحن مانا متعودين على النقد، يعني كل هذه السنين مثلا من بدايه الاسلام، التراث الاسلامي من بدايته، يعني من بدايه التاريخ الاسلامي، ما في مساله النقد ما هي موجوده. يعني النقد اجى لما تطلع الانترنت، الناس صارت تحكي، صارت تعبر عن رايها.
فأظن النقد شيء جديد، لذلك يقابل بكل العنف أو الغضب يعني، خلينا نقول. طب أحمد، عندي بما أنك قريب لفاطمة نعود يعني صديقتك وشفتها وتتقابل معها، ما هي أسباب الحكم على فاطمة نعود، وما هي الجهة التي دعت عليها؟ تفضل. محامي خايب ما بيفهمش، شبه أمي يعني، قرر ان هو يشهر على حساب فاطمة نعود. احنا عندنا كده في مجموعة من المحامين بيبقوا مثلا مغمورين او مضطرب الشخصية كمان، مهووسين، بيبقوا عايزين يتشهروا بأي طريقة من الطرق، وفي ناس كتير عندنا في مصر مشهورين بكده يعني، محامين اسماء مش محددة الناس عارفينها يعني، فلان الفلاني بيطلع يخبط فيشوف اكبر شخصية ممكن تثير الجدل او يثير امر مواجهتها في ساحة المحاكم جدل، ويروح جاي رافع عليها قضية. المحامي اللي عامل الموضوع ده، الدعوة القضائية ديت على فاطمة نعوت، أصلا مش عارف يكتب كويس. هي بتقول كاتب الله بالتاء مربوطة، هي صلحت له قالت له دي الله بتتكتبش كده، بتتكتب كده يعني، ما إساءة إملاء يعني، يعني شبه أمي. والجاهل ده استغل إن هي قالت، طبعا هي كاتبة وأديبة وشاعرة، استغل هو ان هي كتبت كلام يعني، طبعا الادب بيبقى فيه بيدخل فيه عوامل كتير، الخيال، السخريه، انت بيبقى ممكن نص ساخر مثلا يتفهم بطريقه معينه، يكون هدف منه حاجه معينه، غير المشاهد العادي البليد الامي اللي زي المحامي دوت يفهمه يعني، ممكن ما يفهمش الكلام بتاعها. فهي كانت بتتكلم على مشهد الذبح في اعياد الاضحى في مصر، بتبقى الشوارع مليانه دم، وبيذبحوا بطريقه بصراحه مش كويسه، ويذبحوا قدام الاطفال، وبيذبحوا الحيوانات قصاد بعضها، مخالفات كتير جدا حتى للشريعه الاسلاميه نفسها، او الفقهاء يعني لما بيقولوا ما ينفعش الذبح البهيمه قدام اختها او كلام من هذا القبيل حتى. فاحنا عندنا لا، هنا في نوع من انواع الاستهتار بكل حاجه في العيد ده، وتلاقي الشوارع كلها دمويه كده، ومشهد غير حضاري، ومشهد يعني فيلم رعب يعني. فهي بتعلق على المشهد ده، فقال لا دي الزراء شعيرة من شعائر الإسلام، فرصة يعني عشان خاطر يتشهر يعني. يا سلام. أنا سألت فاطمة نعود عن إن الإجراء اللي ممكن ناخده إحنا بقى مع المحامين اللي بالشكل ده، فهي إن هي طبعا مش هتسكت للمحامي ده، وإن هي لو أخذت براءة في القضية ديت في الاستئناف، هي هترفع دعوة على المحامي دوت إن هو يعني بيستغل يعني طيب أحمد، هل بيزعج الدولة، أو بيستغل يعني مناخ اللي هو اللي هو يعني ممكن العاطفة الدينية عند الناس بأن هو يتشهر يعني. طيب هل الشخص هذا ينتمي لأي اتجاه سياسي ديني مثلا، إخوان مسلمين، سلفيين؟ لا لا لا، ما بينتميش لحاجة يعني، هو شخص مختل. بالضبط. يعني ما صراحة يعني الواحد بيتوقع كل شيء، إلا إنه إذا على يعني إنه إذا إنسان دافع عن الحيوانات هي تقوم عليه قضية، يعني شغلة غريبة بصراحة. حتى ما بعرف يعني ما صار. هو القانون الخايب، الناس الخايبة لازم هتروح ترفع يعني دعاوى من النوع دوت، دعاوى خايبة، بتستغل قانون خايب، لأن القانون يعني قانون مضحك وأهبل يعني. يقول لك الإزراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها. يعني إيه الأديان السماوية يعني؟ الفرق بين الأديان السماوية والأديان مش سماوية، وعرفت منين إن هي سماوية يعني؟ مش فاهم. وبعدين الطوائف المنتمية إليها، طب ما المسيحيين بطوائفهم كلهم منتمية للأديان السماوية. شهود يهوى مثلا منتمي للأديان السماوية، الشيعة منتمية للأديان طائفة من طوائف الأديان السماوية. الشيعة بتشتم أبو بكر الصديق وعائشة، وبتشتم الصحابة كلهم، ويعني الأديان كلها بتنقد بعضها، والإسلام بينتقد المسيحية، حتى في القرآن نفسه بيشتم لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ما دي أديان سماوية بتزداد في دين أم الأديان برضو السماوية يعني. يعني مش معنى يعني، مش معنى. بالضبط بالضبط. تفضل اسمعني. في حاجه برضه مضحكه استكمالا لكلام احمد. انا يعني انا لحد فتره قريبه جدا يعني
27 سنة من حياتي كنت مصدق يعني أو كنت فاهم إن المسيحيين بيعتبروا الإسلام دين سماوي، يعني يعني كلمة الأديان السماوية دي، كلمة الأديان السماوية دي مش موجودة يمكن إلا عند إلا عند المسلمين، هم بس اللي بيقولوا أديان سماوية، بينما المسيحيين هم أصلا مش بيعترفوا بالإسلام ولا بيعترفوا بأن محمد رسول رسول يعني من عند إله وعنده رسالة ولديه دين. فده شيء غريب يعني، يعني هو الموضوع الموضوع مضحك وموضوع والناس تكذب على بعضها. اليهودية مثلا لا تعترف بالمسيحية على الإطلاق، يعني مش بتعترف بالمسيحية كدين ولا بتعترف بالإسلام كدين. المسيحية لا تعترف بالإسلام ولا تعترف بمحمد. فهل يعني هل ده في عرف؟ أنا لو طلعت أنا كشخص بقى لا أعترف بالأديان الثلاثة يعني وشايفهم إن هم مجرد صناعة بشرية، لو أنا قلت إن أنا مش بعترف بالإسلام أو إن محمد ده مش رسول، هيتم اتهامي بإن أنا بأزدري الدين، في حين إن رأيي ده هو رأي أي شخص مسيحي. يعني الاتنين مليار مسيحي الموجودة على سطح كوكب الأرض، الاتنين مليار دول بيتبنوا نفس وجهة النظر اللي أنا بتبناها، بس هي كل القصة إن هما في مجتمعاتنا العربية والإسلامية ما بيقدروش يقولوا كده، ما حدش يعني أنا ما عرفتش الكلام ده إلا لما اجتهدت بنفسي ودورت وقريت، وكانت صدمة. يعني الموضوع يمكن بالنسبة للناس كتير عادي، بس أنا بالنسبة لي كانت صدمة كبيرة، لأن أنا عشت حياتي كلها كنت فاهم إن المسيحيين بيعترفوا بالإسلام، أو يعني عارفين إن في يعني بيعترفوا بإن الإسلام ده دين زيه زي الديانة المسيحية، وإن محمد رسول من عند الله، وإن هو جاب الكتاب أو ربنا بعت له القرآن. فلما دورت بنفسي كانت صدمة كبيرة لما اكتشفت ان المسيحيين مش بيعترفوا اصلا بالاسلام. فليه لما انا اقول انا كملحد او انا كشخص لا ديني اقول اني انا مش بعترف بالاسلام، وان الاسلام بالنسبه لي مجرد بشريه او ايديولوجيه بشريه اللي البشر هم اللي حطوها، وان محمد ده مش رسول ولا حاجه، ليه بيتم اتهامي بان انا بصدق في حين ان ده راي بقيه الاديان كلها؟ فدي الحاجه يعني اللي بتبين، معرفش بتبين ايه، بس هي بتبين العوار اللي موجود في العقل الديني او الفكر الديني او العقل اللي بيعتمد على الدين نفسه في ان هو بيفسر وبيشرح وبيوضح وبينظم الحياه. فاذا كان اذا كانت الايديولوجيات اللي بتنظم حياتنا دي وبتجاوب على كل الاسئله، اذا كانت هي في حالة من اللبس والالتباس والنفاق فيما بينها، ازاي هيكون في صلاحية ان هي تنظم حياة كاملة او تجاوب على اي سؤال وجودي او سؤال حتى يتعلق بحياتنا الواقعية والمادية؟ فشيء غريب جدا، يعني زي ما قال احمد هم بيزدروا بعضهم البعض، حاله غريبه من النفاق وحاله غريبه من حاجه غير مفهومه. يعني انا مش قادر افهم اللي بيتعاملوا مع يعني بيتعاملوا ازاي هم رغم كل الالتباس ده ورغم كل التناقضات اللي موجوده ما بينهم هم كاديان. يعني اشمعنى انا لما اجي اقول ان محمد ده مش رسول انا هتحاكم؟ طب ما انت عندك العشرة مليون مسيحي مصري مؤمن ان محمد مش رسول، يعني مش فاهم يعني ليه. طب انا ليه احاكم عشان انا كلمت مثلا يعني، او عشان انا قلت؟ طب ما انا من حقي اقول كده، ما انا عشت 27 سنة من حياتي كنت متخيل عكس كده، لان ما كانش حد عنده الشجاعة ولا الجرأة ان هو يقول كده. يعني ما دي مصيبة، يعني انا عشت 27 سنة عندي معلومة خاطئة، معلومة للأسف أخي غلط. للأسف ليه عندي المعلومة الغلط دي؟ للأسف يعني المشكلة النفاق، النفاق ماشي بالعروق يعني. يعني هلا هن بيتنافسوا بين بعضهم وبيسبوا بعضهم علنا وخفاء وكل شيء، بس لاحظ لما بده يقابلوا واحد ملحد او واحد مثلي او يعني بيجيبوا شيخ وقسيس مع بعض، وبصير الشيخ مثل ما بقولوا يلزق للقسيس والقسيس يلزق للشيخ، وبتلاقيهم حبايب. منين اجت المحبه عليكم؟ يعني ما انتوا ليل نهار عم تسبوا بعضكم يعني بكل صراحه علنا وخفي او بالخفاء.
وعلى فكرة النقطة دي يا جان هي اللي بتزعلني، هي اللي بتزعلني من المسيحيين المصريين او المسيحيين الموجودين في المجتمعات العربية والإسلامية. لان انا يمكن من الاسباب اللي خلتني اطلع اسجل واواجه واتعبر عن رأيي، كان هدف يعني، كان من ضمن الاسباب او من ضمن الاهداف كان ان انا ادافع عن حق وحرية الطفل المسيحي. لان انا كنت بزعل جدا لما بشعر ان الاطفال المسيحيين مش واخدين حقهم يعني كمصريين او كمواطنين. ففوجئت بقى، فوجئت بهجوم او فوجئت باتفاق مسبق ما بين رجال الدين المسيحي ورجال الدين الاسلامي علي انا او ضدي انا، في حين ان انا اصلا السبب اللي خلاني يعني خلينا نقول اجازف في مجتمع زي مجتمعنا كان دفاع عن حق المسيحيين. يعني انت عندك 10 مليون مسيحي مصري، ما فيش منهم شخص واحد يجرؤ ان هو يعبر بحرية كاملة عن معتقده الشخصي او معتقده الديني. ما فيش في العشرة مليون دول ما فيش واحد فيهم بيجرؤ او لديه الجرأة ان هو يعبر. في حين ان انا لما اطلع اقول ان انا ان محمد هذا ليس رسول، وان دين الاسلام هو ليس دين او هو مجرد صناعة بشرية، اهاجم من قبل رجل دين مسيحي، وان هو يقف ضدي او يكون واقف ضدي ضد ويتفق مع شيخ الدين الاسلام علي انا، او واطلع انا في النهاية المريض والمجنون والمختل. فشيء يعني نفاق، شيء غريب جدا. مسألة النفاق دي يعني او اللبس او الكذب او التدليس، يعني سئمنا من هذا الاسلوب، سئمنا من هذه الطريقة. وللأسف في حزمة كبيرة جدا من القوانين اللي لازم احنا ما يبقاش الموضوع مقتصر على انا اشكب او انا ارفض او لا، لازم نعرف ازاي ممكن نصلح القوانين دي، ايه الطريقة، ايه الميكانيزم، ايه الوسيلة. ما يبقاش الموضوع مجرد تصريحات وتسجيلات، لا، حاول ان احنا ناخد خطوات على ارض الواقع. وانا بدعو كل الاصدقاء اللي بتسمعنا، لو في اي حد قانوني، اي حد محامي، اي حد قانوني عارف ازاي ممكن نقدم شكوى او رفض لمجلس الشعب المصري بخصوص القانون ده، اللي هو قانون يعني مبني على ارض من النفاق وارض من الكذب بيتم من خلالها الزج بالسجن لأي حد بيقول كلمة صريحة أو بيعبر عن موقف صريح بمنتهى الصراحة، بيتم سجنه عشان هو يعني اتكلم بصراحة وعبر بصراحة وقال اللي في قلبه وكتب أو عبر عن اللي في قلبه بمنتهى الصراحة، بيتم سجنه. لأن هم معتمدين قانون يحمي حالة الكذب وحالة التدليس وحالة النفاق المستشرية في جسد المجتمع المصري ومجتمعاتنا برضو العربية المجاورة والبلدان الإسلامية المجاورة لمصر. للأسف أنا بشجع أصدقائنا أنه يبعثونا الأسئلة على التعليقات تحت الفيديو، وكمان بعد شوي راح نفتح السكايب كمان، يا ريت تشاركونا كمان بالمداخلات والأسئلة. طيب أنا بدي أروح لأخي أحمد، وفي عندي سؤال. يعني سمعنا الرئيس السيسي عم بيقول بالتجديد الخطاب الديني، برأيك ما هو المقصود بتطوير الخطاب الديني، وما هو شكل الخطاب الديني الذي يريده الأزهر مثلا؟ إن لم يكن عن طريق نبذ الهمجية والعنف من التراث الإسلامي، يعني شو الأزهر كيف بده يساوي التجديد الخطاب الديني برأيك أحمد؟ والأزهر المفروض ان احنا هنشيل عشان خاطر الأزهر والعيونه القانون بتاع الزراء الأديان ده، ونحط قانون تاني للأزهر يعاقب بالشنق كحد أدنى، يعني بالشنق كحد أدنى كل من يروج للأكاذيب والدجل ويخدع الناس ويوهمهم ان فيه قوة وراء الغيب أو كده. فاحنا نشيل القانون ده ونحط القانون ده للأزهر. ماليش علاقة بالأزهر، مش عايز أعرف هو عايز إيه. أنا عارف كويس أوي إن الأزهر ده ما هو إلا مجموعة من الدجالين الكذابين المستثمرين في الدين ومستثمرين في شقاء الناس وبؤسهم. ودول مجموعة من الدجالين هم المفروض اللي تترفع عليهم القضايا فعلا ويتحاكموا طبقا للقانون المفروض نحطه لمكافحة الدجل والدجالين والكذابين مروجي الأكاذيب المتكسبين من وراء خداع الناس وإيهامهم بحياة أخرى بعد هذه الحياة، وإيهامهم بالجنة والعسل واللبن والحور العين. وده ده ده المفروض ده ده المفروض القانون المحترم.
انما قانون الاديان، ازدراء الاديان السماويه وقانون ازدراء الاديان السماويه بتزدري نفسها قبل ما حد يزدريها، والاديان كل الاديان ما هي الا عبث من عبث البشريه في مرحله طفولتها، انا لنا ان احنا نفيق منه. يعني انا ازدري الاديان وبكل فخر ازدري كل الاديان سماويه وغير سماويه. برايك احمد، يعني انا 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 يعني افكر مرات انه يكون مجموعه محاميين او قانونيين يرفعوا دعوه، حتى طرحنا الفكره اظن قبل المره على الفيسبوك انه نرفع دعوه حتى تكون الازهر يكون منظمه ارهابيه او هيئه ارهابيه، فما رايك بالموضوع يعني؟ مستمر، مازال الناس بتوقع على العريضه دي، العريضه اللي بتطالب بحظر الازهر واعتباره مؤسسه ارهابيه، مازال الناس بتوقع عليها، واحنا غدا بنشير الموقع بتاعها وبنحاول ننشره وندعو اصدقائنا للتوقيع عليها. يعني حتى لو ما جابش الكلام ده نتيجه دلوقتي، ادينا احنا بدانا مشوارنا مع الازهر. يعني بالمناسبة النهارده المحكمة السعودية خفضت الحكم على أشرف فياض من الإعدام للحكم بالحبس 8 سنوات. طبعا ده حكم بشع وبربري وإجرامي طبعا، ويعني القضاء المتخبط الأحمق الهمجي الغبي البربري العربي الصحراوي، الحكم عنده بيتفاوت ما بين الإعدام وبين السجن 8 سنين وما بين البراءة، حاجه في منتهى التخلف. يعني ايه الانسان اللي انا هختلف انا وقاضي تاني فيه في حياته ده، يعني في شأن رقبته او براءته او سجنه 8 سنوات؟ يعني انت فين المعايير بتاعك بتحكمه بناء على ايه؟ انا مش فاهم، يعني انا مش فاهم. الراجل شاعر وكلامه فهم منه ان هو ملحد، دي جريمته فتحكم عليه بالاعدام، وبعد كده لما جاي خفض الحكم ب 8 سنين، دي مهزله يعني. انا اتمنى ان هو ورائف بدوي يطلعوا من السجن، ولو ما طلعوش من السجن احنا نفضل برضو لغايه اخر لحظه في حياتنا نطالب بافراج عن الناس الابرياء المظلومين دول، اللي ذنبهم الوحيد ان هم ولدوا وابدعوا في بيئه الصحراء الحمقاء. للاسف. طيب اسماعيل، يعني هل يمكننا اعتبار الأزهر محكمة تفتيش إسلامية كمحاكم التفتيش المسيحية التي ظهرت في إسبانيا؟ يعني تقريبا نقدر نقول الأزهر تحول إلى محكمة تفتيش، أو كان على طول الزمان محكمة تفتيش؟ أنا بيعجبني جدا الذكاء السياسي اللي التيارات الاسلاميه كلها دلوقتي بقت بتلعب سياسه، بعد ما كانوا بيكفروا السياسه وبيكفروا الديمقراطيه وبيكفروا كل وسائل الحداثه الحديثه اللي استجدت في الدول، فالنهارده كل المنظمات وكل المؤسسات الاسلاميه وكل التيارات الاسلاميه النهارده بتلعب سياسه. شفنا حزب النور اخذ 8 مقاعد في مجلس الشعب المصري، طبعا اللعبه لعبه معلم، في حين ان مفيش يعني الحزب العلماني المصري لحد النهارده مش عارف يجمع الاستمارات عشان يعمل عضويه يبقى في حزب سياسي. فاللي انا بشوفه ان هم مجبرين ان هم يلعبوا بادوات الزمان او يلعبوا بالادوات الحديثه، بيلعبوا بالقانون. يعني الازهر لو شفت تعليقات الازهر على الاحداث اللي حصلت دي، سواء سجن اسلام بحيري او الحكم على اسلام بحيري او الحكم على فاطمه، وشفت تعليقات مشايخ الازهر او المتحدثين باسم الازهر، هتلاقيهم كلهم بيقول لك الازهر ملوش علاقه، الازهر ملوش دعوه، الازهر مش هو اللي حكم عليهم. فالازهر بيلعب سياسه النهارده، ويجب ان يعني ان نتحدث معه او نتحدث عن الامر ده بلغه الزمان اللي احنا فيه او بلغه العصر اللي احنا فيه. هم استطاعوا ان هم يحطوا الماده زي الماده الثانيه في الدستور المصري، عندهم قائمه كبيره من التشريعات والقوانين بيلعبوا بيها او التيارات الاسلاميه بتلعب بيها. ف
وبتستغل هذه القضية للحكم المفكرين والمثقفين واي حد بيختلفوا معاه. الازهر دون شك احنا لو رجعنا بتاريخ، احنا لو رجعنا للتاريخ والتاريخ مش بعيد جدا، يعني لو رجعنا ل 30 سنه ورا ولا 40 سنه ورا هنشوف تصريحات وهنشوف يعني مشايخ طلعوا تصريحات وطلعوا افادات ومشايخ شهدت في محاكم ضد مفكرين كتير وضد مثقفين كتير، اشهرهم مثلا على الاطلاق قضيه مفكرنا الكبير نصر حامد ابو زيد لما فصلوا بين مراته بحكم ان هو مرتد او بحكم ان هو كافر. فالازهر بيقر بهذا، يعني الازهر بيقر بان من يثبت ارتداده عن الاسلام ممكن تفريقه عن زوجته او عن زوجه، لانه في الحاله دي مرتد، ما ينفعش ان احنا نتعامل معاه وفقا للشريعه الاسلاميه، وعقد الزواج باطل. فالازهر بيقر ده نتيجه ان هو بيتبنى مجموعه من التشريعات. صوتك راح اظن اسمعي بس الصوت. طيب احمد خلينا مع احمد. شو رأيك انت، هل تحول الأزهر لمحاكم تفتيش مثل اللي صارت في اسبانيا يعني؟ لا، الأزهر بيلعب في الوقت الضايع، ما ينفعش يبقى محكمة تفتيش الأزهر. الأزهر بيلعب نفس الدور اللي بتلعبه اللي كانت بتلعبه الكنيسة في العصور الوسطى، ولكن بشكل بقى النهاردة عن طريق من خلال القوانين والتشريعات بيقدر ان هو يمارس نفس الدور اللي كانت بتمارسه الكنيسة العصور الوسطى. وعلينا نحن ان نعي هذا جيدا ونشوف الادوات اللي بيلعبوا بيها ايه. نشوف واحد زي اسلام بحيري مثلا تم حبسه ازاي، ايه الاجراءات اللي وصلت الموضوع للحبس. يجب علينا ان نبحث هذا جيدا ونفهم هذه الاجراءات القانونيه عشان ما نبقاش بنتكلم بس، يعني نبقى فاهمين ايه المشكله وازاي نغير المشكله دي او ازاي نغير الواقع ده. فمحدش فيهم بيتكلم بصراحه عن اللي في قلبه. يعني احنا لو اتكلمنا، لو استضفنا دلوقتي شيخ من الازهر او متحدث باسم الازهر هيقول لك الازهر يا ابني ملوش علاقه باللي حصل، الازهر مش هو اللي حكم على اسلام بحيري ده القاضي، مش الازهر هو اللي حكم على فاطمه نعود ده القاضي. فهم بيلعبوا دلوقتي بالقانون، واحنا لازم نفهم النقطه دي كويس جدا ولازم نلعبهم بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه اللي هم بيلعبوا بيها، واللي هم اصبحوا متمرسين فيها كمان. يعني بس عايز اضيف على حاجه بسيطه لو سمحت. يعني هو الازهر ما هوش سلطه تنفيذيه ولا سلطه قضائيه ولا بايده حاجه ولا بايده ان هو يبقى محكمه تفتيش ولا حاجه، بس الازهر مؤسسه تعليميه اجراميه بتبث عقائد فاسده واجراميه ومحرضه على العنف والقتل والكراهيه. بس احمد هي تعتبر تشريعيه النهارده، يعني هي تعتبر تشريعيه. انت عندك دلوقتي ماده في الدستور بتقول لك الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. جميل كده؟ فاحنا لو عايزين النهارده ناخد راي او احنا دلوقتي بنشرع قانون والقانون ده معتمد على الشريعه، فاحنا هنلجا لمين عشان نطبق القانون ده او 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 او, أو نتاكد من القانون ده؟ هيروحوا للازهر، لان الازهر هو المتحدث الرسمي باسم الاسلام في مصر. فانت النهارده بتتعامل مع الازهر مش كمؤسسه تعليميه فقط، لا. نعم صح. هو ايضا مؤسسه بتتدخل في التشريع. لا بتتدخل في تشريع الاحوال الشخصيه وما الى ذلك. انا قصدت ان هي ما هياش محكمه او ما هياش سلطه قضائيه وما هياش سلطه تنفيذيه برضو، هي بس خطوره الازهر في ان هو بيعلم الناس سواء كانوا طلبه عنده او حتى عموم الشعب، بيعلمهم التطرف والارهاب والاجرام ويعلمهم ويكرس الخرافه. واحنا كناس ملحده طبعا فاهمين قوي ان دي الاديان دي لعبه قذره اساسا وقديمه ومستهلكه، واحنا بنقول آن الأوان إن احنا ندفنها تماما. فالأزهر وكل المؤسسات الدينية وكل الجماعات الإسلامية والدعوة السلفية الإخوان كل الناس اللي هي بتتاجر في الخرافة والكذب والدجل احنا موقفنا منها واحد. الأزهر
يعني بيتبرأ طبعا من ان هو يكون سبب في حبس حد او كلام من ده، وده في حد ذاته ايجابي بالنسبه لي انا. انا عايز الازهر يفضل يدافع كده عن نفسه ويفضل يقول انا ماليش ذنب، انا ماليش كذا، انا مش انت مالكش ذنب في حبس اسلام مثلا او فاطمه نعوت او كده، بس انت اصلا وجودك غير مرغوب فيه كمان بالمره يعني. يعني بصراحة هو الأزهر صحيح ما عنده سلطات تنفيذية على المحاكم ولا على شيء، بس كل محامي أظن يوم الجمعة يجلس بالجامع أمام خطيب متخرج من الأزهر ليعبي في بمخه الأفكار السامة الموجودة عند الأزهر أصلا، يعني الأفكار الهمجية هاي. والمشكلة ما بس إنه بمصر ممكن مثلا جدال قانوني ممكن يصير، ممكن يعني، بس دولة مثل السعودية أصلاً لا، ما فيها قانون، ما فيها شيء اسمه قانون يعني. ولا أفغانستان، ولا يعني شفنا عجائب عجائب، امرأة اتهمت إنه حرقت القرآن قتلوها بنص الشارع. ف يعني المشكلة ما وقفت مثلاً فقط عند بمصر أو في غرب، يعني الدول الإسلامية عموماً. فللأسف الشديد بشكل عجيب يعني مسألة إنه تزدري الفكر الإسلامي، الفكر هالفكر هذا. طيب عندي في سؤال هون، الكثير من الملحدين وخصوصا من يتواجدون في دول التخلف الإسلامي ومحاكم التفتيش الإسلامية أصبحوا متخوفين من أن يواجهوا حكم كالحكم الذي واجهته فاطمة نعوت، فهل هذا الشيء وارد أم أنه يحتاج لشروط معينة؟ إسماعيل؟ لا طبعا، هو شيء، ده شيء وارد جدا. اي حد بيتكلم، اي حد يعني بينتقد الدين، او اي حد بيقول ان هو ترك الدين ده لان هذا الدين ليس دين وانما هو صناعه بشريه، هو معرض بشكل او باخر ان هو يسجن. اي حد هيحب ان هو يسجنه هيرفع عليه قضيه يقول لك ده مش مصدق، ده بيقول ان محمد كذاب او بيقول ان عيسى مش اله. فبكل بساطه وبمنتهى السهوله هيستخدم هذا القانون للزج باللادينيين او الملحدين. بس اعتقد ان الموضوع يعني في الحاله الراهنه وفي الظرف الراهن اللي احنا فيه، اعتقد ان حاجه زي كده هتكون في صالح اللادينيين والملحدين، لان هي بتسلط الضوء بشكل واضح جدا على العوار الموجود في قانون زي ده. بس طبعا لا اتمنى ان ده يحدث لاي شخص او لاي صديق من الاصدقاء، بس بسهوله جدا، ايوه بسهوله طبعا اي حد ممكن يعرض لهذا. انا واحد بقول ان محمد ده ليس رسول، مش رسول، انا لا اؤمن به، انا معرض وفقا لهذا التصريح او لهذا التعبير او لهذا الراي ان انا اتهم بازدراء الاديان لان انا مش مصدق ان محمد رسول. فنعم بسهوله جدا اي حد ممكن يتعرض بسبب قانون متخلف زي القانون اللي بيسمى قانون ازدراء الاديان. احمد، السؤال نفسه، انا شايف ان كل ما احنا زاد عدد الناس اللي بتزدري الاديان كل ما وضعنا هؤلاء الناس في حرج وكلما ضيقنا عليهم. اتمنى ان كل الناس تشارك في ازدراء هذه الاديان واسقاط هذا القانون. واتمنى طبعا ان كمان كل الملحدين يجاهروا بالحادهم وعلى قد ما يقدروا عشان خاطر برضو نسقط هذه الهيبة الزائفة لهذه الاديان الفاسدة. طبعا بترفع وبتقدم بلاغات كتير للنائب العام ضد ناس كتير لازدرائهم الاديان، بس مش كل البلاغات دي بيتم التحقيق فيها، وحتى مش كل البلاغات دي البلاغات حتى اللي بيحقق فيها مش كلها بتروح للمحكمه، كتير منها بيتحفظ. وحصل هذا معي شخصيا، ويعني اتقدمت فيها بلاغات كتير والبلاغات دي حفظت يعني. يعني جرأة المفكرين وجرأة الملحدين هي اللي هتسقط قوانين الازدراء القديمة. بصراحة أحمد، أنا عجبتني كلمة للدكتور سامي الديب، قال لو كل المثقفين يشربوا لهم سطل من يعني
اسماعيل طبعا بيعرف الموضوع اكثر مني. فيعني المشكله مشكله المثقفين الموجودين، انه يعني ما بعرف، يعني انا شايف انه يعني يخافون انه يتكلموا، ما بدهم يتكلموا بكل صراحه. يعني المثقفين الموجودين كلهم ملحدين، انا متاكد من هالشيء، يعني طريقه كلامهم بس خايفين. يعني شو رايك انت برايك، يعني هم خايفين ولا يعني خايفين من مساله الازدراء والازهر وغير الازهر والناس هي؟ هم خايفين، لكن المفروض اللي يخاف هم المتدينين اللي يخافوا. لان احنا دلوقتي في احنا في احنا في احنا خط تيار صاعد جدا وبسرعه الصاروخ، عمالين ينظموا يوميا مؤتمرات ضد الالحاد ومؤتمرات لقاوم الالحاد. انا السنه دي رحت معرض القاهره الدولي للكتاب، كتب كتير جدا ومؤلفات كثيره جدا ضد الالحاد، وبتناقش موضوع الالحاد من كل الزوايا، وبيحاولوا عبثا يعني ان هم يسيطروا على المد ده، لكن مش هيقدروا طبعا. يعني في مثلا مؤتمر بكره هيبقى في الصعيد في المنيا تحديدا، عاملينه شباب الجامعه علشان خاطر ضد الالحاد، عاملينه يعني تحت عنوان مقاومه الالحاد والفكر المتطرف. ربنا ربنا يوفقهم. وكتير كتير قوي الكلام ده بيكرر كتير قوي، بيحصل كتير في الحقيقه. هم اللي المفروض يخافوا مننا، وهم اللي المفروض يعقدوا الندوات والمؤتمرات ويحاولوا يعملوا اي حاجه عشان يحدوا الظاهره دي. سكه الارهاب بقت مقفوله، كل يوم طريق الارهاب بيتقفل اكتر عليهم. فكل ما الارهاب يتم السيطره عليه، وكل ما مبدا العنف يتم تحجيمه، كل ما احنا ننتشر اسرع. لان الدين ده اصلا الاسلام تحديدا استمد سرعه انتشاره واستمد سطوته من القوه ومن الارهاب ومن البطش ومن التخويف وكده. فكل ما احنا سيطرنا على الموضوع دوت وحدينا من الارهاب والعنف، كل ما تلاشى هذا تاثير هذا الدين وتلاشى انتشاره. يعني لا، احنا مش المفروض ان احنا نخاف، ده وقت الخوف خلاص انتهى. يعني هم المفروض يخافوا بقى من دلوقتي. وهم هن بصراحة خايفين، يعني لذلك بتلاقي مؤتمرات ضد الإلحاد وكل نهار تصريح على الملحدين. إسماعيل، شو رأيك أنت بالمثقفين، يعني المثقفين الموجودين، يعني برأيك ليش ما عم بيحكوا؟ ليش ما عم بيطالعوا صوتهم علنا وبصراحة إنه نحن ضد هالدين هذا؟ تفضل. الدكتور سامي الديب ليه عبارة، جملة أنا قريتها يمكن قبل حتى ما أتكلم معاه وأسجل معاه، عجبتني جدا. يعني مش فاهمها بالظبط، بس هي بما معناه أن المثقف العربي أو المثقف في العالم الإسلامي، طبعا مع احترامي الكامل أنا لكل المفكرين ولكل المثقفين ولكل الأصدقاء، ولكن الدكتور سامي كان يقول أن المثقف العربي أو المثقف في العالم الإسلامي مخصي جايه من الخصاء. فانا بشوف ان الكلمه دي تنطبق بشكل كبير جدا فعليا على كل على العقل العربي والعقل الاسلامي. احنا عندنا حاله من الخصاء الفكري، يعني احنا غير منتجين، لا نستطيع حتى الانتاج فكريا، او الشريحه المحسوبه على الثقافه والفكر والابداع عندها حالة مزمنة من الخوف. الحالة دي أنا طبعا ليها مبررات كتير، زي ما قال تخاف من الإرهاب والتخويف، ويعني اللي كان بيتكلم أو بيكتب يا إما بيتم قتله، يا إما بيتذبح، يا إما بيتعرض لهجمة، يا إما يعني عندنا طه حسين الازهر كفره لما فكر لما اصدر كتاب، واحد زي نجيب محفوظ عشان كتاب واولاد حارتنا اهدروا دمه وواحد ضربه بسكينه، واحد زي فرج فوده قتلوه قدام المكتب بتاعه او قدام بيته. طيب انت عايز بعد كل العمليات الاجراميه والارهابيه دي، هل هناك مثقف يجرؤ او مفكر يجرؤ على الاظهار بافكاره بشكل صريح ان يتعرض لمثل هذه الانواع من الارهاب؟ للاسف يعني من التاريخ من هذا التاريخ الاجرامي الارهابي للتيارات الاسلاميه
وللفكر او الثقافه الاسلاميه في حد ذاتها تم يعني تم اخصاء العقل العربي العقل الاسلامي. ما حدش بيقدر النهارده يواجه بالشكل المطلوب، يواجه هذا العفن. وكل اللي بيواجه للاسف لما بيواجه لوحده بيكون سهل جدا اصطياده، زي ما حصل مثلا مع اسلام بحيري. انا كنت اتمنى اشوف 10 كمان زي اسلام بحيري بيكلموا، او 10 زي الاستاذه فاطمه نعوت والشاعره فاطمه نعوت بتكلموا، ولكن عشان لوحدهم وعشان وجود القانون ده بيبقى سهل جدا اصطيادهم. وبكرر كلام اخويا احمد وبقول ان احنا لازم لابد وحتما ان احنا نظهر ونجاهر ونتكلم. اهلا وسهلا باي حد حابب يسجل موقف دي، سواء في برنامج جرب للحياة او في برنامج بط اسود، او حتى ان هو ياخد المحاضره وعنده اليوتيوب يقدر يسجل ويتكلم ويعرف الناس بموقفه. ده هيساعد بشكل كبير جدا في ان احنا نصنع تيار يقاوم هذه العفانه وهذا التراث العفن والافكار الارهابيه المنيله في 60 نيله اللي ما استفدناش منها الا كل خراب ودمار لمجتمعاتنا. للاسف الشديد، للاسف. ونحن بصراحه انا اضم صوتي لصوتك ونشجع الناس كلها انه يا جماعه سووا فيديوهات واحكوا، يعني خلوا الصوت يصل. ما يعني كل نهار كل واحد حكى كلمه يروح يسجنوا، يعني اذا حكوا 10 ما اظن يسجنوهم كلهم، راح حكوا 100 ما راح يقدروا يسجنوا كل الناس. فيا ريت كل الناس تحكي وما راح نقدر نسوي شيء الا نحكي. يعني انا اصدقائي الاعزاء المشاهدين، انا بشجعكم انه تكتبوا الاسئله بالتعليقات وتعلقوا مداخلاتكم. انا فتحت السكايب، يا ريت اذا سووا مداخلات كمان. السكايب موجود تحت الفيديو بالديسكريبشن، jan.burro2. يا ريت تتصلوا وتسووا مداخلات واسئله. انا راح اقرا بعض التعليقات اللي اجت. في الاخ محمد الديري، محمد الديري بيقول ازدراء العقل الانسان هذا عمل الازهر. في الاخ سال منهاتن قلنا اجتنا مكالمه من الاخ احمد. الاخ احمد هو مشارك رائع، تفضل اخي احمد. مساء الخير يا جان، ازيك؟ مساء الخير. ازيك يا احمد وازيك يا اسماعيل؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. في سؤال عايز اخد رايكم فيه. تفتكروا ان الرفض شاعرتنا العظيمه فاطمه نعود للعفو الرئاسي، ولو رفضت كمان الاستئناف وخدت 3 سنين سجن، ده ممكن يضغط على مجلس النواب بتاعنا فهو ان هو يلغوا قانون اصدار الاديان؟ تفتكر ان ده ضغط عليهم ان هم ممكن يلغوا القانون ده بسبب موقفها ده؟ وشكرا. شكرا لك اخي احمد. احمد تفضل جاوب السؤال. سؤال ممتاز، وربما يكون مبكرا يعني امر الغاء القانون ده، لكن دي خطوه، ممكن تكون خطوه فعلا في الطريق، ممكن تكون خطوه في الطريق. ولا بد من ضحايا، لابد من ضحايا ولا بد من تضحيات. اوروبا لم تصبح اوروبا هكذا بدون تضحيات رهيبه ومريره، وبدون اناس فقدوا حياتهم واحيانا ماتوا بابشع الطرق في سبيل نهضه شعوبهم. يعني فاحنا لابد من التضحيات، التضحيات بيقدمها دائما الكبار. فاطمه نعوت احد هؤلاء الكبار. اسماعيل نفس السؤال. مجرد يمكن قلت حاجه شبيهه بكده من شويه، يعني موضوع مجرد ان حصلت تم استخدام القانون ده لرفع تهمه زي كده او رفع قضيه زي كده، ده في حد ذاته بيساعد جدا على تسليط الضوء على العوار القانوني المتمثل في قانون ازدراء الاديان. اعتقد موقف انا طبعا انا بحيي تصريحات بحيي الاستاذه فاطمه نعوت الشعيره الكبيره على تصريحاتها، بتعجبني جدا تصريحاتها واقوالها وتعليقاتها على الاحداث. يعني هي فكره احترامها للقضاء اتكلمت عنه، بتحترم هي حكم القضاء جدا، فدي يعني عجبني جدا التصريح ده. فاعتقد ان مجرد رفع القضيه ده بيساعد بشكل كبير في تسليط الضوء على الموضوع. وانا سمعت من
ان في عضوه في مجلس الشعب اثارت الموضوع ده واثارت واعلنت انها بترفض قانون ازدراء الاديان او بترفض هذا المسمى على الاطلاق، ونتمنى ان ده يتم مناقشه الموضوع ده على مستوى مجلس الشعب. بس برضو انا اتمنى ان احنا نشكل، يعني انا اتمنى كل الاصدقاء اللي بتسمعني في مصر مثلا يحاولوا ان هم يتوجهوا مثلا زي حزب زي الحزب العلماني المصري، يساعدوا في تاسيس الحزب ده، لان ده هيشكل قوه كبيره جدا هذا الحزب لو تاسس في ان هو يتناول هذه الموضوعات او يبقى بيمثل صوت لينا في البرلمان او على المستوى السياسي او المستوى القانوني مثلا. فبالتأكيد قضية، مجرد القضية ده بيشكل ضغط، نوع من أنواع الضغط. طيب أحمد وإسماعيل، يعني أنا هلا بخطر لي سؤال، يعني شو هي الوسائل اللي ممكن بالدستور نغير؟ في عنا كمان اتصال بس ألو؟ هاي جون، أهلا وسهلا. هاي أنا اسمي يوسف. أهلا وسهلا يوسف، تفضل يوسف. تفضل يوسف، ما سامعينك. اوكي، انا بس يعني اهلي مساله ازدراء الاديان، يعني بس عندي سؤال. تفضل. يعني ما هي كل الاديان تزدري، الاديان الجديده تزدري الاديان القديمه، فاحنا مثلا ما تعترف بالمسيحية والمسيحية ما تعترف بالإسلام وهكذا دواليك، ما أنت لما تقول بالإسلام مثلا لا المسيح صلب ولا هذا، أنت تحمي العقيدة المسيحية وهكذا المسيحيين ما من واحد من الآخر، فما يعني أن هذا القانون يعني مهزل حقيقي. بس أحب أحييكم أنتم الثلاثة، أنا دائما أكتب لأخي إسماعيل وأقول أنتم مثل ثورة العشرين بالعقب القرن الماضي، وأنتم جددتم هذا وأحييكم وسيروا إلى الأمام. تسلم أخي يوسف، تسلم كتير. وبصراحة المداخلة أو السؤال طرق له أخي إسماعيل وطرق له أخي أحمد، يعني بالفعل مثل ما قلت أنه يزدرون بعضهم كله نفاق بنفاق. ما دي الحاجة، معلش بجن، دي الحاجة اللي فعلا تجنن. يعني شكرا يوسف على المداخلة، بشكرك جدا على المداخلة، ودي فعلا أنت لو قعدت كده مع نفسك قعدت تفكر في المسألة هتلاقي الموضوع مضحك. يعني هتلاقي الموضوع، يعني احنا بنتكلم ايه، كاننا بالظبط شويه مجانين قاعدين مع بعض وايه بيعملوا قانون مع بعض، هم نفسهم كلهم بيكذبوا بعض وبيخلطوا بعض، وعايزين بقى يطبقوا وعايزين يعملوا قانون على ناس رافضه كل الجنان بتاعهم، رافضه كل الهبل بتاعهم. شيء مضحك جدا، يعني شيء مضحك فعلا للاسف. اخي يوسف، في عندك اي اسئله ثانيه؟ لا الله يخليك، شكرا جزيلا ومع السلامه. شكرا، شكرا لك، مع السلامه يا اخي، مع السلامه. بصراحة يعني مثل ما قال الأخ يوسف، شيء مضحك، شيء مضحك. أنا بس بدي أقرأ كمان في، إذا في أسئلة تانية كمان أجت على، بس دقيقة واحدة أشوف سوي ريفريش للصفحة حتى تجي مشكلة الريفريش. بس إسماعيل كويس إنه حطوا الخدمة مرة تانية. أنا ملاحظ إن هم رجعوا التعليقات. في تعليقات، في تعليقات جايه من القاضي حلاوه، واحد اسمه القاضي حلاوه بيعلق دايما عندي كمان. مش عارف انا القاضي راجل مشكلته مشكله، يعني هو كاتب بيقول ايه الكوشه دي اللي على راسك يا احمد، انت يعني مالك، يعني انا مش فاهم، انت القاضي حلاوه، انت حقيقي بجد مالك، يعني مالكش دعوه بيه يا سمح، لو سمحت. ايوه، ما لا، ما هو بيعلق عندي كتير يا حبيبي. ال بيقول اخصاء وليس خصاء يا سمعه، بطلوا جهل وتعلموا عربي. انا بصراحه ماشي في السؤال موجود في التعليقات، كله تعليقات يعني ما بعرف اذكرها. فيعني بتتدخل، يعني خلينا نتكلم على مستوى الافكار يا قاضي حلاوه.
اعتقد يعني انت بتتدخل في حاجات شخصيه مالكش ان انت تتكلم فيها ولا تقول رايي فيها خالص. سمع خلينا في على مستوى الافكار يعني. سيبه ما تعقبش على سيبه يكتب براحته، اهلا وسهلا بيه، ادي حلاوه متابعنا، وطالما هو متابعنا احنا مبسوطين جدا. انا برحب بيه دايما، القناه عندي دايما بيكتب على طول بيشارك. نحلق ده، نحلق الشعر ده يعني مش حلو يعني، مش مظبوط يعني، مش عارف انا. لا 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 احمد، لا تحلق يعني، في ناس تتمنى يكون عندها الشعر اللي عندك يعني، ف انا احسدك على الشعر اللي عندك، فلا لا تحلق، انت رائع هيك. ومساله انه بصراحه يعني، مساله بيجي واحد بيقول لك انت اصلع، ولا انت ما بعرف شعرك كيف، ولا انت شكلك كيف، ناس يعني ده برود، دي قله ذوق وبرود يعني. انت مالك انت، يحلق ولا ما يحلقش، دي حاجه شخصيه جدا يعني، تتدخل ليه فيها؟ ليه بالشكل ده؟ للأسف يعني، للأسف للأسف. ومثل ما بيقولوا يعني، في 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 شباب كتير ما بتلاقيهم غير الشتائم موجودة عندهم. وبصراحة أنا ما بدي أدخل بهيك مواضيع يعني، مثلا موضوع إنه شخصك هيك ولا تبرك تشتم، وما راح أشتمك يعني، خلي أشتمك. انا دايما برحب بيه ودايما بسيبه يعلق عندي، واهلا وسهلا. بس انا قلت حبيت ايه، حبيت اكهربه شويه بس مش اكتر، لا انا ما عم بحكي عن القاضي حلاوه بصراحه، تحياتي ليه. اشخاص ثانيين بالنسبه للشتائم لاشخاص ثانيين يعني. فخلينا نرى كمان شو الاخ سالي منهاتن بيقول: نورت النت يا احلى واشجع واجدع ناس، شكرا لكم يا ابطال. وشكرا لك اخي سالم منهاتن. عم بيقول كمان: هذا القانون والقوانين المشابهه له هي اهانه اولا للشعب المصري ودارته العريق وتاريخه العريق، لازم يكون، يجب أن يلغي، ومن ثم يقضي الأزهر والإسلام من أي دور في الحياة السياسية والحياة العامة. وجود الإسلام والقرآن مشكلة مستمرة بحد ذاتها، وكارثة دمرت وستدمر كل الشعوب المنطقة، خصوصا البلدان العاملة بالشريعة الإسلامية المقيتة، وسوف يدمر الإسلام كل أرض يطاها ولو بعد حين. هذا بكل تأكيد يعني، بكل تأكيد. شو رأيك إسماعيل؟ هل سيدمر الإسلام كل أرض يطاها؟ انت في نقطة اتكلمت عليها، قلت دلوقتي ان ده وصمة عار في عند المصريين، وفعلا الموضوع كده بالظبط، ان احنا يعني ده شيء نخجل منه، وجود قانون زي ده. انا هذكر قصة جدا معايا اللي فاتت، لما حطيت صورة الأستاذة الشاعرة فاطمة نعوت، ففي دكتورة ألمانية بتيجي تزورنا دايما سياحة في مصر، فبتسألني مين صاحبة الصورة دي، يعني ايه قصتها. فقلت لها: دي شاعرة حبسوها بتهمة ازدراء الأديان، ازدراء الدين الإسلامي. فبتقول لي: ليه؟ يعني هي ملحدة يعني، مش مصدقة بالإسلام. قلت لها: لا، دي بتتكلم بس عن شعيرة الذبح، احنا في عندنا عيد في الإسلام، لما بيجي عيد بنذبح في الشارع، فهي معترضة على الشكل اللي بيتم الذبح فيه، وعشان كده ولما قالت كده في رفع عليها قضية، فتم الحكم في القضيه بحبسها 3. فالدكتوره الالمانيه ما كانتش مصدقه يعني، كانت مذهوله تماما من القصه اللي انا بقولها لها، مش مصدقه ان ده فعلا بيحصل. ولقيتها بتعبر وبتقول يعني ما اتكلمتش كمان بس على مصر، بتكلم على الاسلام والمسلمين بشكل عام. وقالت لي جمله بتقول لي: انا مش قادره افهم ازاي كتير جدا من المسلمين بيفكروا. فدي مش اول مره او مش اول يعني حادثه تواجهها من العالم الإسلامي أو باسم الإسلام، المرة دي باسم الإسلام وباسم المصريين كمان. فقوانين زي دي وتصرفات قانونية زي دي واجتهاد زي دي بتيء بشكل كبير جدا لسمعتنا إحنا كمصريين أو كعالم إسلامي قدام العالم كله، وبتشوه صورتنا بشكل كبير جدا، وبتثبت للعالم الغربي وبتثبت لكل دول العالم قد ايه احنا متخلفين، وقد ايه احنا يعني غير متحضرين على الاطلاق، ولا نحترم لا حريه تعبير ولا حريه اعتقاد ولا حريه تفكير. فانا كنت حابب اعلق على الموضوع ده يا جان. لو عندك السؤال الثاني بقى، مش فاكر انا سؤالك كان ايه. القاضي حلاوه بيقول لك: ما تزعلش يا جماعه، انا كنت بهزر واسحب التعليقات.
ماشي. لا انا مش زعلان منه، انا مش زعلان منه، بس انا قلت ايه يعني، بشوف منه تعليقات كتير، فقلت يعني ارد مرة، ارد من نفسي. لا ولا يهمك. أحمد شو رأيك، الأزهر أصبح وصمة عار على مصر؟ أو القوانين هي أو قانون ازدراء الأديان؟ طبعا طبعا وصمة عار، طبعا دي أسوأ صورة ممكن نصدرها للعالم عن نفسنا يعني. على كل حال أنا يعني إسماعيل راح يكون معنا يوم الجمعة الساعة 10 بتوقيت القاهرة في حلقة خاصة مع إسماعيل يوم الجمعة الساعة 10، وبعد ساعة كمان تقريبا بعد ساعة عندي حلقة تانية مع كاتب تونسي اسمه محمد بن رجب، فأنا بتمنى كمان شاركونا أصدقائي، وبتمنى تكونوا معنا وتتابعونا وتطرحوا آرائكم وتطرحوا أفكاركم، ويعني ونشارك المعلومات، نشارك الأفكار هاي، نتشاركها ونناقشها مع بعض. أحمد كلمة أخيرة بتحب توجهها للجمهور بهالحلقة هاي، تفضل. لا ما فيش أي إضافة تانية يعني. أتمنى من المشاهدين يكونوا يعني استمتعوا بالحلقة دي ويفضلوا يتابعونا يعني، ومش مش هنطول عليهم يعني، غالبا الحلقة بتاعتنا مش هتبقى طويلة يعني. لا يعني أظن مشان ما نطول مثل ما قلت يعني بساعة كافية يعني كمان عليهم كمان. أخي إسماعيل أنت راح تكون معي يوم الجمعة. بيته. أكيد أكيد يا جان، أنا بشكرك جدا وبشكر الأصدقاء اللي كانوا بيتفرجوا علينا وبيتابعونا، أتمنى تكونوا انبسطتوا، وأتمنى تجاهروا وتعلنوا عن أفكاركم سواء مع جان أو معايا في البط الأسود أو حتى في قنوات خاصة ليكم. بشكركم جدا وبشكر جان وبشكر أحمد وشكرا، ومع نتقابل بقى يوم الجمعة معاك يا جان مرة تانية. أكيد أكيد أصدقائي، أنا بعد ساعة كمان عندي حلقة مع الكاتب التونسي محمد بن رجب، وأنا بتمنى تتابعونا وبتمنى كمان تعطونا آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لك أخي أحمد، شكرا لك أخي إسماعيل. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة، شكرا لكم.